في توضيح حقه في مسألة. الفترة الماضية تم إلقاء القبض على الصينيين في طرابلس كناريتا من قبل النائب العام على أساس ينقبوا في الذهب في الجنوب، والله العظيم لا ينقبوا في الذهب ولا هم ما عندهم علاقة حتى بليبيا، حتى اللي يخدموا عنده في النيجر نعرفه شركة رسمية، ممكن أعطوهم تأشيرات مزورة ضحكوا عليهم الليبيين خشوا ليبيا، المهم حبسوهم هم طالعين من النيجر بيهربوا. أما مسألة الناس يقول لك لا هذا يصور في الذهب الليبي، طلع ما فيها ولا ذهب ليبيا، ليبيا ما فيهاش ذهب، فيها ثروات أخرى، لكن ما فيش ليبي اليوم على أرض ليبيا يحفر وينقب في الذهب. وجميع الفيديوهات اللي رأيتوها هذه ما لهاش علاقة بكل بليبيا، وما فيش حد توا في الوقت الحالي يخدم في المناجم أو يخدم في المناجم داخل ليبيا. شن تقول للناس اللي يقول للجنوب اللي بيقول هذا أنتوا أموركم، أنتوا أنتوا اللي قاعدين تهرب مشاكلكم، أنتوا منكم ليكم، أنتوا اللي تهربوا، أنتوا اللي ما فيش أمن، أنتوا 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 أنتوا، شن ترد عليه؟ توا المسألة هذه زي بتاع التهريب، المواطن البسيط اللي في الجنوب وشن أنتم؟ الدولة تنبني بأنتم أنتم، خلاص نقول لك في الشمال وفي طرابلس باخرات تهربوا، الشرق يعلم الله شن صاير غادي، من يقدر اصلا يحاسبهم في الشرق ولا يجي يقول لهم درت ولا ما عنده من يحاسبهم، غات من يقدر يصحح. يعني الدولة ما تنبنيش على انا وانت، صح، الدولة مع بعضنا نبنوها، راه ما فيش تقول لي جماعة الجنوب يهربوا، تو القيادة العامة من الجنوب، ما هو مش من الجنوب، من الشرق، مشروع جاء من الشرق سيطر على الجنوب. ولما كانوا عندكم قبل الجماعة اللي جوا الجيش كانوا حتى هم يهربوا نفس الشيء، كانوا اللي قبل الجيش يهربوا مرات أحرف منه بك. حتى تو الناس ليش قابلين الجيش، ها موفرنا لمن خلوه يتحسن شوية، يغير من أسلوب الأتوات، يغير من تهريب الوقود، لعل وعسى ينعم المواطن الجنوبي بحياة كريمة، هذا بس اللي نطالبوا به، مشاكلهم الداخلية وهذا رقوه هذا ما رقوش هذا ولا لواء هذا ولا ما عندناش علاقة، برا حكموا فيها ليبيا 100 عام غير سيبونا بلادنا نعيشوا بكرامة، توصلني البنزينة في الشيل نعبي زي وزي المواطن في الغرب، المواد الغذائية زي وزي المواطن في الغرب، أما أني نقعد أنا متشحور بينما المواطنين في الشرق وفي الغرب ينعموا بحياة كريمة. نعم هو مش بالضبط بالضبط، يعني انت مثلا الزاويه الزاويه نفسها تبعد على طرابلس 50 كيلو، المساكين يبي يشرف البنزينه حتى هم وراه بقديه مش بسعركم انتم، صحيح، لكن حتى اذا ماناش مضروبين بعصا واحده، كان هم مضروبين بعصا احنا بزوز. الجفره فيها مشكله بنزينه؟ الجفره لا الحقيقه لا ادري، ما عنديش معلومه في الشمال شويه الجفره هي مش قريبه منكم، ضربها البحري شوية. طيب الحل في رأيك، هل تعتقد أن أنت قلت لي أن في حل صدر، في حد اكتب قرار، دار قرار قال للجيش متاعه قال لهم وقفوا تأخذوا أتوات، هذه الورقة اللي قلت لك عليها الشيء المضحك، يعني تقول لي جيش وقف الأتوات، هذه ورقة ليها سنة ولا قداش هلبة ما وقفوش الأتوات، قصدي رأوا حتى المسألة غادي ما زالت قبلية، قبيلة معينة تسيطر على كتيبة معينة، قبيلة معينة هي فقط اللي يدعموا فيها كجيشرة كقوة كآليات كسلاح، ما يدعموا شيء واحد، ما يدعموش مثلا النادي جاء كويس أو يخدموا كويس ندعمهم، لا يدعموا في أشخاص معينين اللي هم يمشوا على سياستهم، أما واحد يحسوه هيك وطني زيادة على اللزوم متاع يمشي. طيب. حتى سؤال تاني، أسعار المواد الغذائية مثلا أساسية مثلا قديش في فرق بينها وبين طرابلس؟ 10% 20% 5%؟ لا مش للعشرة في المية، في فرق حوالي 5-7% طبعا، 5-7% وهذا غير طبعا وهذا غير معقول، زمان احنا نفس السلع في طرابلس في غات نفس السعر، يعني صح كان لقيت زياده شوي يعني ما بتحسش بها اصلا ولا تتكلم عليها، لكن في الوقت الحالي لا الحقيقه يعطوا في واصلات لما ياخذوا منهم الاتاوة هذه، في شنو واصل اللي يعطيه لك خناب يقول لك راني خنبتك؟ لا في جهات تخنبك تعطيك واصل اني والله تعطيك واصل، يعني شيء غريب والله، امر مضحك والله، انه يعني يوقفوا سيارات قدام الناس، راه وريت الفيديو قدام الناس يقلصوا باش يمشوا، ما انت قلت جيش، الجيش اول حاجه نعرفوه على الحدود والثكنات نتاعه،
خلي البوابات عي. لا كويس كان هو انشر أمن والله كوي. اسمع جاء من حفتر، جاء من دبيبة، جاء من أبصر، من بشاغة، المهم في أمن، مش مهم اللي جابوا لي مني. بقى أنت توفر لي الأمن وتقطع علي الخدمات، تغلي علي السوق، تغلي علي. أنا قلت لك للأمانة، قلت لك الحكومة متاعهم قدمت ما لم تقدمه أي حكومة من 2011 لليوم، وذكرت لك حتى الشخص اللي عليه راسه باسمه. وبالنسبة للأمن اللي ذكرتوا لي من هو اللي ذكرتوا لي الناس هادو الصادمة نفسها هذا من 128 اللي جابكم. لا هذاك أخوه، أخوه تو الدوخ أنت، هذاك أخوه، أخوه في المجلس الرئاسي، نائب رئيس وزراء، نائب رئيس وزراء بتاع حماد ولا؟ طبعا طبعا هو أخوه عسكري أمر اللواء، أمر اللواء طبعا.